اليوم الثاني من عمر زغليل اللحم. اليوم الثالث. اليوم الرابع في حياة الزغلول. اليوم الخامس. اليوم السادس في حياة الزغليل اللحم. بسم الله ما شاء الله. اليوم السابع من عمر زغليل اللحم. اليوم الثامن من عمر زغليل اللحم. اليوم التاسع. اليوم العاشر. اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر. اليوم الثالث عشر. اليوم الرابع عشر. اليوم الخامس عشر. اليوم السادس عشر. اليوم السابع عشر. اليوم الثامن عشر. اليوم التاسع عشر. اليوم العشرين. اليوم 21. اليوم 22 من تحضين 3 زغاليل. طبعا الاهالي شلنا البيض بتاعهم علشان يتفرغوا كمان للزغاليل، هم عمرهم 22 يوم، قلنا نسيبهم لغايه 28 يوم وبالمره الاهالي تكون باضت بعد 10 ايام كمان، فاستفاد بعيش زياده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويرزق الجميع. اليوم الثالث والعشرين. اليوم الرابع والعشرين. اليوم الخامس والعشرين. اليوم السادس والعشرين. اليوم السابع والعشرين. اليوم الثامن والعشرون. اليوم التاسع والعشرين. اليوم الثلاثين. اليوم 31. اليوم 32. اليوم 33 من عمر زغليل اللحم. بسم الله ما شاء الله الزغليل كبرت زي ما حضراتكم شايفين.
ما شاء الله. والنتاية حست، ده العش الثالث تعتبر، والزغاليل معاها كانت حست. النتاية دي من عمر 17 يوم، شايفين حنية الحمام الذكر والنتاية الاثنين بيرقدهم على البيضة اهوت بيحموها، والزغاليل معاهم ثلاث زغاليل محضنينهم بسم الله ما شاء الله، حجمهم بقى كويس. لسه ما فطمناهمش لحد دلوقتي، ليه؟ لان النتاية كانت حصت وهم عمرهم 17 يوم، فاحنا فضلنا ناخد الحصى نحضنه تحت حمام تاني، فهو يمكن يوم ولا اتنين ان شاء الله البيض التاني ويفقس زغاليل تانية، فيبقى خدنا منهم ثلاث عشوش. دي الحصوة الاولى. اليوم 34 من عمر زغاليل اللحم، ونشوف الاهالي لسه الحصوايه نفس الحصوايه الاولى، وهتحصي ان شاء الله بكره الحصوايه الثانيه. اليوم 35 من عمر الثلاث زغاليل اللحم اللي احنا حضناهم تحت القص ده، القص ده تاني بعض البيضه الثانيه بسم الله ما شاء الله. في اليوم 35 يا جماعه، طبعا كان في بطين بيضهم قبل كده، والزغاليل دي عمرها 17 يوم، الوقت عمرهم 35 يوم. هنشوف البيض اللي انا خدته من تأمينهم، والزغاليل دي عمرها 17 يوم حضنته تحت قص تاني، الزغاليل دي فقست دلوقتي وهنشوفها تحت القص التاني. دي الزغاليل اللي فقست اللي هم بتوع القص، هنشيلهم ونشيل نشوفهم. يبقى كده خدنا العش الكبير ده، الزغاليل الكبيرة دي عمرهم 35 يوم، والزغاليل الصغيرة دي لسه فاقسين النهاردة من أول يوم، وفي نفس الوقت إخواتهم الحصى ده. شفت إزاي خدنا منهم كده بالطريقة دي في 35 يوم ثلاث عشوش بسم الله ما شاء الله، أهو الحصويتين. طيب هنرجع دلوقتي الزغاليل دي للقص اللي متحضنين تحته، أهو رجعناهم، النتاية مستنياهم. طبعا هي اللي محضناهم من البداية وهي دلوقتي تعتبر أمهم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طيب كده نقول ايه، كفاية على الزغاليل دي بقى، عمر كده 35 يوم دلعناهم كتير، نفطمهم بقى يعتمدوا على نفسهم، هم الحمد لله بيأكلهم لوحدهم بسم الله ما شاء الله. الزغاليل احجام محترمة بسم الله ما شاء الله، زغاليل محترمة احجام محترمة. اللحم نفطمهم بقى، نقول له روح بقى اعتمد على نفسك بسم الله ما شاء الله. ثلاث زغاليل احلى من بعض يا جماعة، مش عشان ثلاثة يعني، هم ممكن خدوا وقت شوية لكن حجمهم مش مؤثرين في اي حاجة بسم الله ما شاء الله. الزغلول الثالث علشان الاهالي تتفرغ للحصى الجديد مش عايز يتفتم، خلاص بقى تعالى كده القص يكمل على الحصويتين بتوعه، واشوفكم في فيديوهات قادمة باذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.